والله اليوم أنا سعيدين بلقائكم في مركز رضا العميل في منطقة مكة المكرمة الذي يقدم خدماته لمراجعين الهيئة من القطاع الخاص. أيضاً اليوم كان عندنا لقاء واجتماع مع شركات القطاع الخاص في مجالات الأدوية والأغذية والأجهزة الطبية. يهدف هذا اللقاء حقيقة إلى الاستماع للقطاع الخاص ومعرفة التحديات المستثمرين من أجل إن شاء الله جذب استثمارات أكبر في المملكة بما يحقق مع رؤية المملكة 2030 خلال الفترة القادمة إن شاء الله.